الصعيدي تتفضل سيادتها مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، معالي رئيس جامعة الأزهر الأستاذ الدكتور سلامة داود، معالي سفير دولة أندونيسيا معالي السفير لطفي، معالي رئيس مؤسسة السلام في العالمين معالي السفير شفر الدين كامبو، معالي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية سعادة الأستاذ الدكتور نظير عياد، معالي رئيس الجامعة السابق ونائب رئيس المنظمة العالمية لخريج الأزهر الأستاذ الدكتور محمد المحرساوي، معالي رئيس جامعة دار السلام، معالي نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا الأستاذ الدكتور محمود صديق. الحضور الكريم، سلام من الله عليكم جميعا ورحمة منه وبركات. وبعد، فقد كان العمل ولا يزال في مثل هذه المجالس والملتقيات الفكرية الوصول لتحقيق القناعة الفكرية للقيام بأعباء المسؤولية وحمل أمانة التكليف والتوجه بالإنسانية صوب خالقها، هو الطريق الأمثل لاستشراف آفاق المستقبل والوقوف على تحدياته لصناعة أجيال قادرة على أن تحدث نهضة شاملة تعم مناحي الحياة في مجتمعاتها. وبداية، أعبر عن سعادة البالغة لما سمعته من معالي سفير دولة أندونيسيا ومن معالي رئيس مؤسسة السلام في العالمين، وهذا الاهتمام البالغ بأبنائهم من طلاب دولة أندونيسيا، إذ يوقفونهم على التحديات في دولة أندونيسيا ليستشرفوا آفاق المستقبل. وقد أحسنوا صنعاً بإقامتهم لهذه الندوة، وما كان ذلك إلا لإحساسهم بقيمة هذه المؤسسة العريقة، إذ هي فريدة في تعليمها، مميزة في مناهجها، جمعت بين علوم الدين وعلوم الدنيا. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه، فإذا كان من الضرورة تعلم علوم الدنيا فإنه لا قيمة لعلم ليس مصحوب بأخلاق. إن هذه المؤسسة، إذا كنا في رحاب هذه الندوة السلام في العالمين، فإن الأزهر نقول هو رسالة للعالم كله أيضاً. أحسنوا صنعاً، إذ كانت هذه المؤسسة تدعم هؤلاء الطلاب في توفير هذه المنح في داخل هذه المؤسسة العريقة، إذ هي مؤسسة للعالم كله. لما أقامت مصر فيها الأزهر قام الوجود مهللاً ومكبراً، فرحاً بما شادت وأسدت منية للدين والدنيا به مستبشراً. بلد رأى الإسلام يطعن في الورى، فبنى له الحصن الذي لن يقهرا. من غيره للدين وهو مهدد ليرد عنه الحاقدين الفجرا. من غيره للضاد وهي طريدة ليكون حارسها الأمين الأقدرا. الحضور الكريم، أود أن أشيد هنا بدور القيادة المصرية الراشدة الواعية في احتضان ورعاية هذه الجموع من أبناء العالم الإسلامي، وبالجهود الكريمة الجليلة التي يقوم بها فضيلة الإمام الأكبر في الداخل والخارج لخدمة أبنائه الوافدين من شتى بقاع العالم، لتعليمهم وتثقيفهم من خلال قلعة الشموخ قبلة العلماء ومحج طلبة العلم بالأزهر المعمور. كما لا يفوتني الإشادة بجهود دولة إندونيسيا في رعاية هذا الحشد الهائل من أبناء الجالية والقيام على أمرها
في عدد يكاد يحتل الصدارة في الترتيب من حيث الكم، ما يسترعي المزيد من الاهتمام والمتابعة. وقد أحسن القائمون على هذا المنتدى الفكري المتمثل في مؤسسة السلام في العالمين، إذ شد فكرهم واسترعى انتباههم هذه الشريحة المهمة من أبناء إندونيسيا، وهم في الأمة الإسلامية كالقلب من الجوارح. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فكما أن القلب ملك ملك الجوارح، فطلبة العلم والعلماء عصب وقلب الأمة الإسلامية النابض. فيا علماء الشرع، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ ورهان كل رهان على هذه الثلة وعلى هذه الفئة المؤمنة، والتي قام عليها الدين، قام على مثلها أول مرة. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وعلى هذه الفئة، عليكم طلاب العلم، تحيا البلدان ويبنى العمران ويقوم الإنسان. إذا ما اعتنينا بهم ورعيناهم وأنبتناهم نباتا حسنا ليؤتون أكلهم بإذن ربهم. هذا وإن مؤسسة الأزهر الشريف بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر، واستشرافا لهذا المستقبل بما يتناسب مع رسالة الأزهر العالمية، قد وضع رؤية وسياسة شاملة من خلال قطاعاته المختلفة: جامعة الأزهر، مجمع البحوث الإسلامية، مدينة البحوث الإسلامية، قطاع المعاهد الأزهرية. وإن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين قد حرص كل الحرص على رعاية أبناء الوافدين في مناهج مطورة وبرامج واعدة ومؤسسة، على غرار برنامج الدبلوماسية الحضارية الذي يسعى إلى بناء الرؤية المعرفية عن مصر والعالم، ودور الأزهر الخارجي والمؤسسات المناظرة له بالعالم، المعرفة بالمهارات الدبلوماسية والتي تشمل فن الحوار والمناظرة والتفاوض وغيرها، الاستماع إلى أصحاب الخبرات المتنوعة في مجال العمل الدبلوماسي والاقتصاد وحوار الحضارات والمنظمات الدولية والإعلام والفن والرياضة وكافة مجالات التواصل الحضاري مع الشعوب. الحضور الكريم، أراد الله للأزهر، أراد الله للأزهر أن يكون له شأن آخر في العالمين. الأزهر من العالم الإسلامي هو قلبه وعقله الذي يطبع تفكيره وشعوره بالثقافة الإسلامية والإحساس بجمال الإسلام وجمال حقيقته. في الأزهر تتلاقى كل المذاهب الاقتصادية والنظريات العلمية لتنصهر في بوتقة دراسته مع تراثنا الفكري، فيذهب زائفها ويبقى منها ما يتلاءم في صميم جوهره وكريم عنصره مع مبادئ الإسلام الخالدة. الأزهر يطور مناهجه ويعدل برامجه حتى يطلع على الإنسانية الحائرة ببضاعة الإسلام وقد صيغت ونقيت مما علق بها من أوضار البدع وأقدار الخرافات. الأزهر يفتح آذان المسلمين على صيحة الإسلام الأولى التي رفعت أضعف أمة في الأرض وجعلتها خير أمة أخرجت للناس. الأزهر يفهم الحياة وما جد فيها من أوضاع واتجاهات ليعيد نظرته إلى ما لديه من نظريات فكرية واتجاهات مذهبية، فيعدلها أو يبدلها في حدود القضايا الإسلامية العامة المرنة التي حفل بها القرآن والسنة. أراد الله للأزهر أن يكون للشرق العربي والعالم الإسلامي قائداً ورائداً، وأن يكون لهما الكعبة الثانية. ولذا أقول لطلاب إندونيسيا ولمن خلفهم من طلاب 137 دولة يدرسون في رحاب الأزهر، إذا كنا نتحدث عن الحضارة ونريد أن نكون صانعيها، فعليكم بعلوم الأزهر ومناهجه، اجعلوها في ضمائركم
واجعلوه القدوة الحسنة والأسوة الطيبة، اجعلوه يعيش في قلوبكم ويحيا في مشاعركم، انظروا إليه نظرة تخلع عليه قدسية الدين الذي يحمله والدعوة التي ينشرها والإيمان الذي يتعهد غرسه، لتعودوا إلى أوطانكم وقد تسلحتم بما يعصم الفكر من الضلال والنفس من الطيش، فتكونوا دعاة فكر وحماة أمة. الأزهر يجدد الدعوة إلى الإسلام فيسوقها إلى الناس طيب طلية محببة في أسلوب عصري لا تزمت فيه ولا انحلال. الأزهر يرتفع بقيمة رسالته العظمى التي هي للناس جميعا، للناس كافة، لأن الرسول الذي حمل إلى العالم هذه الرسالة المقدسة أرسل للناس كافة، ثم لأنه من قبل ومن بعد أصبح تراثا مقدسا لكل مسلم وعربي وشرقي، فلكل فيه نصيب. مرة أخرى أكرر شكري للقائمين على هذه المؤسسة، على هذا العدد الذي يقدمونه من المنح لطلابهم من دولة إندونيسيا، و يعني كما أقول أحسنوا صنعا إذ قصدوا الأزهر الشريف معقل العلم وحصن الإسلام الحصين، فقد قصدوا الطريق الصحيح. ختاما أختم بهذا الأمر، إذا كنا قد تحدثنا عن التطوير الأزهر لمناهجه والتجديد لما يستجد من القضايا، فإني أقول شيئا مهما. هناك أيضا للأزهر موقف، كلما تطلب الأمر هذا الموقف، موقف الجمود، موقف الجمود الذي هو سر خلوده والذي امتاز به عن غيره من المؤسسات في العالم كله. موقف الجمود وقف جامدا عن كل ما حملته أوروبا ودولها في فترة من فتراتها، فترة الغزو والسطو وتقويض كل مقومات القومية العربية والروح الإسلامية في الشرق، ومن ثم جمد عن كل ما ورث من تراث ووقف موقف الحريص على ذخائره ونفائسه، ولو ما على ضاع وضاعت معه لغتنا وقوميتنا. وليس موقف دنوب وسياسته التعليمية ببعيد، وهنا نذكر للأزهر هذه الوقفة وحرصه على التراث الإسلامي والعربي، إذ كان يدخر للنهضة والحضارة العوامل التي دفعتها إلى أن تعلن أن مصر جزء من الأمة العربية، وأن دينها الإسلام، وأن لغتها هي اللغة العربية الفصحى. عاش الأزهر شامخا برسالته وبعلمائه وبعطائه، وعاشت مصر مزهوة بأزهرها الخالد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.